يا رب أشكو إليك كثرة اللي عايزين أذيتي، بيقولوا إن ربي مش قادر على نجدتي، لكن يا رب أنت حصني تنصرني وترفع راسي. يا رب استغثت بيك فمن عليائك سمعت دعوتي، أنام وأصحى مطمئن لأنك يا رب بتحفظ روعتي. ما خافش من كثرة أعدائي لأن منك يا رب حميتي. يا رب اكسر شوكة أعدائي وبدل بالنصر هزمتي، فأحسن إلينا يا رب ويا لطيف نجي حياتي. يا رب ما تجعلني أمشي ورا مشورة الأشرار، وبعدني عن طريق الفجار، واحميني من المستهزئين بالأبرار. يا رب خلي رضا نفسي بشريعتك، وخليني أتفكر ليل ونهار في كلمتك. يا رب وفقني واصلح لي عملي، واجعلني زي شجرة مغروسة على ضفاف الأنهار، ما يدبل ورقها وبتطلع ثمرها في وقتها. اللهم اكفني مشورة الفاسدين، فعملهم زي القش اللي طيرته الريح. اللهم نزل قضاءك على المفسدين يوم ما تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب انت بتهلك اللي بيتبع طريق الأشرار، فاحفظني برحمتك واجعلني من الأبرار. يا رب عم البلاء وزادوا اللي بيحصروني من الأعداء، وبيقولوا لي إلهك مش هينجيك من الفناء، لكن يا رب انت حصني بتنصرني وبترفع راسي في العلياء. بستغيث بك يا رب من شدة الابتلاء، فاستجب لي من عليائك يا رب السماء. أنام وأصحى وأنا معك في أمان، لأنك بتحميني يا رب السماء. معك يا رب ما خفش إن كتر من حولي الأعداء، ولا لو اجتمع على قتلي الغرماء. انجدني يا رب وبدل بالنصر هزمتي، واكسر عني شوكة الأعداء. يا رب نجي حياتي وباركنا يا سميع الدعاء. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب دقتي. يا رب لحد امتى يدنس الناس مجدي، وبالباطل يتهموني ويلطخوا كرامتي؟ فيا رب عرفهم انك بتختار اوليائك حسب مشيئتك، واني لما بدعي لك بتستجيب دعوتي. اللهم اجعلهم يخافوك وما يغلطوش في غضبهم، واجعلهم يتفحصوا قلوبهم ويتفكروا في انفسهم. اللهم اجعل اضحيتهم مقبوله عندك، واجعلهم من المتوكلين عليك. يا رب كتير بيشكوا ويقولوا مفيش حد بيحسن الينا، فاشرق يا رب بنور وجهك علينا. يا رب طمن قلبي بفرحه تغنيني عن كل خيرات الدنيا. يا رب انام واصحى وانا مطمئن، فانت وحدك بتحفظني وبتخلي السلام يحل في بيتي. هنيه لهم اللي ما يتبعوا مشوره الاشرار، ولا يمشوا في طريق الفجار، ولا بيقعدوا مع المستهزئين بالابرار. هم اللي رضا قلوبهم في شرع الله، وبيتاملوا في كلمات ربهم ليل ونهار. فهم زي شجره مغروسه عند مجرى النهر، مش بيدبل ورقها وبتطلع ثمرها في اوانها، وبينجحوا في كل اعمالهم. على غير الحال بيكون الاشرار، فهم زي القش اللي بترميه الريح، مفيش مهرب لهم من الحساب يوم الدين، ومش هيكون لهم مكان مع الصالحين. فالله بيحفظ طريق الصالحين، وللهلاك بيوصل طريق الفاسدين. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب دقتي. اللهم اكفيني شر اللي بيتكلم بالسوء عني، واحفظ من كلام الباطل كرامتي. يا رب انت بتختار اوليائك حسب مشيئتك، ولما بدعي لك بتستجيب دعوتي. اللهم نزل خشيتك في قلب اعدائي، فيتفكروا ويتراجعوا عن اذيتي. اللهم اجعلهم يتوكلوا عليك ويعبدوك حق عبادتك. يا رب كتير بيشكوا ويقولوا مفيش حد بيحسن إلينا، فاشرق يا رب بنور وجهك علينا. يا رب طمن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا. يا رب خلي السلام يحل في بيتي، واطمن في صحوي وغفلتي. يا رب ليه بتتمرد أمم الدنيا
وليه بالباطل بيدبر الناس. ملوك الأرض تحالفوا ضد الله والملك اللي اختاره وقالوا خلينا نتحرر من سلطة الله والملك اللي اختاره ونكسر قدهم عننا، لكن الله في السماء بيستهزأ بيهم من فوق عرشه وغضبه بيحل عليهم وينزل الرعب في قلوبهم وينذرهم ويقول لهم أنا اللي توجت الملك اللي اخترته وقعدته على العرش في جبل القدس. يا رب أنا بعلن كلامك اللي ذكرته في كتابك لما قلت لي النهاردة أنا تبنيتك وتوجتك علشان تكون زي ابني. اطلب مني وأنا أوهب لك كل أمم الأرض فتحكمها بإيد من حديد وتكسرها زي أواني الفخار. فيا ملوك الأرض تصرفوا بحكمة واحذروا أيها الحكام، اعبدوا الله بتقوى واخضعوا له وانتم راضين واقبلوا الملك المختار، وإلا يغضب الله عليكم ويهلككم، لكن الله بيحفظ ويبارك كل اللي بيلجأ إليه. اللهم بارك اللي ما يتبعوا مشورة الأشرار، واللي ما يمشوا في طريق الفجار، واللي ما يقعدوا مع اللي بيستهزأوا بالأبرار. اللهم بارك اللي ترضى قلوبهم بشريعتك واللي بيتفكروا ليل ونهار في كلمتك. اللهم بارك لهم في كل اللي بيعملوه واجعلهم زي شجرة مغروسة عند مجرى النهر ما يدبل ورقها وبتطلع ثمرها في أوانها. اللهم اكفنا مشورة الفاسدين لأن عملهم زي القش اللي طيروا الريح. اللهم نزل قضاءك على المفسدين يوم ما تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب انت بتهلك اللي بيتبع طريق الأشرار، فاحفظ برحمتك اللي اتبعك من الأبرار. اللهم لا تجعلني أتبع مشورة الفجار وجنبني طريق الأشرار وعصمني من المستهزئين بالأبرار. اللهم اجعل رضا نفسي في شريعتك واجعلني أتفكر ليل ونهار في كلمتك. اللهم وفقني واصلح لي عملي واجعلني كشجرة مغروسة على ضفاف الأنهار لا تذبل أوراقها وتؤتي ثمارها في حينها. اللهم اكفني مشورة الفاسدين فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح. اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار، فاحفظني برحمتك واجعلني من الأبرار. اللهم اسمع برحمتك دعوتي وفرج عني يا رب ضيقتي. يا رب إلى متى يدنس الناس مجدي وبالباطل يتهمونني ويلطخون كرامتي؟ فيا رب عرفهم أنك تصطفي أولياءك بمشيئتك وأني حين أدعوك تجيب دعوتي. اللهم اجعلهم يخشوك ولا يخطئوا في غضبهم، واجعلهم يتفحصوا قلوبهم ويتفكروا في نفوسهم. اللهم اجعل أضحياتهم مقبولة لديك واجعلهم من المتوكلين عليك. يا رب كثيرون يشكون ويقولون ليس هناك من يحسن إلينا، فاشرق يا رب بنور وجهك علينا. اللهم طمئن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا. يا رب أنام وأصحو مطمئنا فأنت وحدك تحفظني وتجعل السلام يحل في بيتي. هنيئا لمن لا يتبعون مشورة الأشرار ولا يمشون في طريق الفجار ولا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. هم الذين ترضى بشرع الله قلوبهم ويتفكرون ليل ونهار في كلمات ربهم، فهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر لا تذبل أوراقها وتؤتي ثمارها في أوانها، وأولئك هم المفلحون. على غير الحال يكون الأشرار، فهم مثل الرماد تنثره الرياح، لا مهرب لهم من الحساب في يوم الدين، ولن يكون لهم مكان مع الصالحين. فالله يحفظ طريق الصالحين وإلى الهلاك يؤدي طريق الفاسدين. يا رب لماذا تمردت أمم الدنيا ولماذا بالباطل يدبر الناس؟ تحالف ملوك الأرض لينقلبوا على الله وعلى الملك الذي اختاره وقالوا هيا نتحرر من سلطة الله والملك الذي اختاره وننزع قيدهما عنا.
لكن الله في السماء يستهزئ بهم من فوق عرشه ويغضب عليهم وينزل الرعب في قلوبهم وينذرهم ويقول لهم: أنا الذي توجت الملك الذي اخترته وأجلسته على العرش في جبل القدس. يا رب، ها أنا أعلن كلامك الذي ذكرته في كتابك حين قلت لي: اليوم أنا تبنيتك وتوجتك لتكون كابني. اطلب مني وأنا أعطي ليدك كل أمم الأرض، فتحكمها بيد من حديد وتحطمها مثل أواني الفخار. فيا ملوك الأرض تعقلوا واحذروا أيها الحكام، اعبدوا الله بتقوى واخضعوا له وأنتم راضين، واقبلوا الملك المختار، فإن لم تفعلوا يغضب الله عليكم ويهلككم، لكن الله يحفظ ويبارك كل من لجأ إليه. اللهم بارك الذين لا يتبعون مشورة الفجار، والذين لا يمشون في طريق الأشرار، والذين لا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار. اللهم بارك الذين ترضى قلوبهم بشريعتك، والذين يتفكرون ليل ونهار في كلمتك. اللهم باركهم في كل ما يفعلون، واجعلهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر، لا تذبل أوراقها وتؤتي ثمرها في حينها. اللهم اكفنا مشورة الفاسدين التالفة، فأعمالهم كرماد اشتدت به ريح عاصفة. اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب، أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار، فاحفظ برحمتك من اتبعك من الأبرار. اللهم إني أشكو إليك كثرة من أراد أذيتي، يقولون أن ربي غير قادر على نجدتي، لكن يا رب أنت حصني، تنصرني وترفع هامتي. أستغيث بك ربي، فمن عليائك سمعت دعوتي، أنام وأصحو مطمئنا، فأنت يا رب تحفظ روعتي. فلا أهاب كثرة أعدائي، فمنك يا رب حمايتي. يا رب اكسر شوكة أعدائي وبدل بالنصر هزيمتي، فاحسن إلينا يا رب، ويا لطيف نجي حياتي. يا رب، زاد البلاء وحاصرني الأعداء، يقولون لي: إلهك لن ينجيك من الفناء. لكن يا رب أنت حصني، تنصرني وترفع رأسي في العلياء. أستغيث بك ربي من شدة الابتلاء، فلتستجب لي من عليائك يا رب السماء. أنام وأصحو وأنا معك في أمان، لأنك تحميني يا رب السماء. فلا أهاب إن كثر من حولي الأعداء، ولا إن تزاحم على قتلي الغرماء. فأغثني ربي وبدل بالنصر هزيمتي، واكسر عني شوكة الأعداء. يا رب نجي حياتي، وباركنا يا سميع الدعاء. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب ضيقتي. اللهم اكفني شر من تكلم بالسوء عني، واحفظ من قول الباطل كرامتي. يا من تصطفي أولياءك بمشيئتك، وحين أدعوك تجيب دعوتي. اللهم انزل خشيتك في قلب أعدائي، فيتفكروا ويتراجعوا عن أذيتي. اللهم اجعلهم يتوكلون عليك فيخلصون في عبادتك. يا رب، كثيرون يشكون ويقولون: ليس هناك من يحسن إلينا. فاشرق يا رب بنور وجهك علينا. اللهم طمئن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا. اللهم اجعل السلام يحل في بيتي، وأطمئن في صحوي وغفلتي.